فيها والمشاعر فيه ايام ابتدت الافراح وانت فرحنا تبدا بها مبروك يا علي المقام والمشاعر تخبروني وانت دوم ادراها مرحبا والمشاعر فيه ايام ابتدت الافراح وانت فرحنا تبدا بها والكلام اللي نقوله ما يجي مثل الكلام لأنك أكبر من بيوت الشعر ومن أسبابها والكلام اللي نقوله ما يجي مثل الكلام لأنك أكبر من بيوت الشعر ومن أسبابها فرحتك فرحة عمر يجعلها في كل عام دايما في مملكتنا وبحضور أصحابها بابها والقلوب من المحبة فاتح لك بابها القلوب اللي تشوفه كم يزيد عجابها تشعل الأنوار في وجه الظلام والقلوب اللي تشوفه كم يزيد عجابها نعم بنت من خوال ونعم بنت من عمام طيبها من والفخر مرقبها مبروك يا علي مبروك المشاعر من خبومي وانت دوم أدرابها يا بيا 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 ب
الريحان مطرح ما تدوس Yeah.
والفرحة للصبيان والفرحة للصبيان والعز لك والفرحة للصبيان. درج يا غزالي درج يا غزالي هو يا رزقي وحلالي يا رزقي وحلالي هو درج يا غزالي درج يا غزالي يا رزقي وحلالي.
النسب عند جوي دهل نطلب يد بنتكم نطلب يد بنتكم شو سمعني سلسبيل لابن قصي علي شخاتري مثل ما قال الشاعر حنا جيناكم خطة بيرجوها الرجال وعسير دياركم عامرة دوم بهلا نبي نسبكم يا علي بينا الانسان بنت الاجواد اللي ثابت صلاه مهما طلبتوا حنا للمطالب جياب وما محمدتونا نحمد ثقلها جاها كريم ومنعز الاحباب والباقي على الله حالك ان شاء الله امنا بالله وبيكون شبيه استلفونا وطلبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هي خطبه العروس مثل خطبه الجمعه ليها اهلا وسهلا بجمع الكريم شرفتم اهلا وبكم سهلا بيامين اهلا وسهلا عمنا السفير والنائب العين فالح القبيل بريد على الجمع ان شاء الله تفضل اهلا وسهلا بالجهه الكريم تشرفنا بهذه الزياره الى ديارنا اليوم ليكون بعد تناول اطراف الحديث بعد تناول أطراف الحديث لأكتشف بأن العلاقات بيننا علاقات أقوى بكثير من مجرد المناسبات. نحن في غالب الأحيان نحن نعرف أنفسنا جميعا. أنا في يوم من الأيام قيل لي بماذا تمتاز الأردن عن بقية البلدان العربية؟ قلت له الأردن يمتاز بأنه تسكنه عائلة واحدة. يكفي إذا كنت جالسا في مجموعة من الناس ورأيت شخصا ما صدق حجي على الميكروفون أيوة مشان يسمع الناس كلها أيوة ورأيت واحدة من الناس خطر لك أن تتحدث معه. يكفي أن تتبادل 4 إلى 5 جمل من الكلام لتكتشف بأنه صديقك وأنك تنتسب إليه بطريقة أو بأخرى وأنك في هناك علاقات مشتركة بينك وبين أهله وبين أهله والجميع إلى درجة أنك تستطيع أن تطلق تعميما عاما وعادة التعميمات لا يلجأ لها الناس ولكن في حالتنا نحن نلجأ إليها لتكتشف بأن الأردنيين جميعا عائلة واحدة ينتسبون الواحد منهم للآخر بطريقة أو بأخرى. فنحن أهل جميعا تقبل وحكمة شخاتري وأرطوي البطاينة والعائلات الأخرى نحن في سلسلة عائلة واحدة متتالية تنتهي إلى كل واحد منا أينما كان لأكتشف أنك أخي وأن أهله كانوا ضيوفنا لأكثر من مرة في حكمة وأنني كنت ضيفهم في تقبل أكثر من مرة وفي إربد كنا دائما أصحاب نتماشى مع بعض المرحوم باقي شخاتره
أخ ضيفنا العزيز. ضيف الله شخاتر. ضيف الله شخاتر شخاتر. فأهلا وسهلا بكم. أنا فقط أريد أن أرحب بكم وأترك الآن. الله يسلمك الله عليك. يا هلا. بدك تبارك للعرسان سيدي. قول لهم بالعروس. الفاتحة يا عمي، الفاتحة عن نية القبول. خلي المقعد. الفاتحة يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الفاتحة على إشهار العرس العروس. اشرب القهوة. هاي القهوة بجدد سيدي. يا عمي فنجان قهوة هذا كرام تجاهها كلها ما بتعرف. خلص خلص. هذا الفنجان مش لي لحد الضيافه كلها ما بتغير. اخواني الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في عندي قصيده على غزه، على الحوادث اللي بتصير كل يوم. والله يا بعض مرات والله اني بصير امشي بقول عقل محتار من شوفت العين، شايفت بصدلوني يا اهل الفضيه، احس بقلبي مثل ضرب السكاكين، واوحش على شبدي مثل جمره رضيه، نصيح على الصوت واقول يا ويل، وين اهل الشمات واهل الحميه، غزه تصيح وتنهر العرب والمسلمين، اسرائيل غزتنا والحاره رديه، اسرائيل غزتنا مضر بها تعاليل، واخوان تبيع الروح بسوق المنيه، اطفال ذبحت والحليب يصيح يا ويل، تدبير شامل بالقصور العاديه، تدمير شامل في قصور ودواوين، وعيالنا ورجالنا راحوا ضحيه، بادوا ترياهم نفر النازيين، الله مد الدين عيال الرديه، دستورهم يقول ما في عدو غير المسلمين، وقضوا عليهم لا تخلوا باقي بقيه، مشروع اسرائيل معروف من الفرات للنيل، وملك تشجعهم على الافعال الدينيه، عقب ما كنا نقود الناس ضدنا تبيعين، صارت امريكا علينا وصيه، بادوا حضر بالعرب والمسلمين، يقول لحد تدخل حنا نحل القضيه، ارحل عند بادي وذبح المسلمين، بادي وشذوا علوم مهرديه، اللي سابت اسرائيل ما يقبل الضمير والدين، يا عيب ثم العيب هذا عار وخزيه، وين العرب وين حكام المسلمين، وين اهل الشمات واهل الحميه، يشهد ان التاريخ ما احنا ردي ما احنا غبيين، نسال الاحرار ما تحب الرديه، الرب اعطانا المال والدين وسلاح ورجال وقوه وحميه، قوموا على الوحده لا تظلوا ذليلين، والكل عليها الحق لا يغطي خويه، الوحده مليحه يا كبار العرب والمسلمين، عز ودوله وفخر وحميه، الدور داير عليكم ما تكفاهم غزه وفلسطين، المثل يقول من تغداك تعشى خويك، جمعوها من الشرق للغرب للشهاده مستعدين، والباقي على الله، رب البريه رب كريم وحب المسلمين، هو اعطانا ويزد العطيه، ختمت قافي باسم رب العالمين، صلوا على النختار صبحا وسيا وسلامتكم يا نشامه. هو على العود اليابس، على الجاكيت وعلى العود اليابس، صحجه يا شباب صحجه، خلوا للعرسان بهجه
عريسنا حلو قولوا يا ما شاء الله، وعروستنا قمر قولوا يا الله يا الله يا الله. والليلة والليل الفرحة الكبيرة، وسمينا بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله قولوا معي يا الله يلا يلا يلا
طب الفرح دارينا يا من يهنينا والمبغضين بعادوا عنا ولا هجونا زفتك السلمان زفتك السلمان.